قناه مجله الريجيم. نقدم لكم اليوم وصفه تبييض سهله التحضير، مجربه فعاله، يعتمدها الكثيرون من اهل شمال افريقيا. نحتاج عصير ليمون والودع. الودع نجده عند العطار. ناخذ كميه من عصير الليمون ونضع في قلبه حبيبات الودع ونتركها ليوم او ليومين، وسنتحصل على كريم. هذا الكريم نقوم بوضعه على أماكن كما تشاهدون. وضعنا حبيبات الودع في الحامض، نتركه مدة يوم أو يومين مع التقليب حتى يذوب تماما، ونتحصل على مزيج لزج أو الكريم. يمكن مضاعفة الكمية بمضاعفة عدد حبيبات الودع وعصير الليمون.